الدقيقة 74 في سقوط لمهاجم نادي النصر داخل منطقة الجزاء. نشاهد السقوط. طبعا بالنسبة للعبة الأولى بالقدم لا توجد أي مخالفة، لكن المخالفة كانت بالدفع، كان في دفع. لاحظ الآن نقول لعب الكرة لكن اليد عملية دفع داخل منطقة الجزاء، ركلة جزاء لم تحتسب لنادي النصر. الدفع موجود، الدفع موجود، وطبعا لو احتسب ركلة جزاء كان مفترض انه يمنح بطاقة صفراء وليس بطاقة حمراء، لانه لم تكن هناك فرصة حرمان الخصم المتجه ناحية المرمى من فرصة محققة، لانه افتقدت عنصر من العناصر وهي محاولة السيطرة، لان حارس المرمى كان اقرب للكرة من المهاجم، وبالتالي كانت ركلة جزاء. على الدقيقة 85 طب نشاهد، نلاحظ الدفع اللي حصل باليد اليسرى من مدافع نادي القادسية، دفع داخل منطقة الجزاء من الاخطاء العشرة وليس احتكاك جسدي عادي، لكن المخالفة موجودة لكن الحكم لم يتخذ القرار الصحيح. الدقيقة 85 وهي الحالة الأخيرة اللي تم استعراضها مساء أمس. طبعا الكرة من الوهلة الأولى هنا، الكرة المدافع أخرجها من حلق المرمى بعد أن اجتازت خط المرمى وفيها في الهواء. طبعا المادة 10، أمس أنا قلت المادة 10 أنه تجتاز خط المرمى بين القائمين وتحت العارض عن لا يكون ارتكب المهاجم أي مخالفة، ولكن في هذه اللعبة الكرة اجتازت خط المرمى. نلاحظ قدم المدافع أخرج الكرة من بعد خط المرمى، وبعد ما اجتازت خط المرمى، لو تركت الكرة، الكرة داخل المرمى خط المرمى، وبالتالي هذه تحملها الحكم المساعد الأول. وهي حقيقة عشان لا أبرر الحكم حالة صعبة، لكن مفترض أن الحكم المساعد يكون في تركيز أكثر، يقف على نقطة التقاء خط المرمى مع خط التماس، يعني عند الراية الركنية. ولكن الحكم طبعا الخط الاحمر لموضوع هذا لا يعني انه الكره اجتازت، لانه الخط خارج خط المرمى تماما، لكن الكره اجتازت خط المرمى كامله والمدافع اخرجها من خط من داخل المرمى، وبالتالي هدف لم يحتسب لفريق نادي النصر. هذه اهم الحالات في المباراه. طبعا في تاثير على نتيجه المباراه، ركله جزاء وهدف لم يحتسب، واداء الحكم حقيقه رغم كل المجهود اللي بذله في الملعب يضيع نتيجه عدم احتساب ركله جزاء. هذه مسؤوليه حكم المباراه، الحكم المساعد لم يتخذ قرار صحيح ايضا باحتساب هدف، وبالتالي اي قرارات تؤثر على نتيجه المباراه لا تزيد درجه الحكم عن 7 الى 7.5. يعني انت لو كنت رئيس النادي كذا وتطلع بالنتيجه ايش تسوي؟ انسى انك حكم. اقول حسبي الله ونعم الوكيل. بس ونعم بالله ونعم بالله يا 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 رجل يا رجل يا مثالي يا نقي. طيب.